أنا هنا في مصر الجديدة في شقة، أنا يمكن زي على صاحبتها ما بتقول، إنها بتقول متحف. دخلت المتحف ده أو دخلت المكان ده، ده مكان الحقيقة شاهد على تاريخ، وربما يكون هو تاريخ ذات نفسه هذا المكان. أنا في شقة الملازم ابتسامات محمد عبد الله، أو اللواء ابتسامات محمد عبد الله، واحدة من 10 فتيات عندما حدثت حرب 48، كان من أوائل المتطوعات وذهبنا إلى غزة، وراحوا هناك عشان في الحرب عشان يقفوا، كانوا في مستشفى غزة العسكري، كان ضمن أجهزة التمريض اللي موجودة هناك. الملازم ابتسامات محمد عبد الله، اللي هو ابتسامات محمد عبد الله، الفتاة المصرية ليست من اليوم، والمرأة المصرية لم تكن من اليوم. المرأة المصرية في كفاحها وفي وقفتها وفي شجاعتها وفي كل شيء جميل ليست اكتشافا في 30 يونيو، إنما الحقيقة من سنين طويلة جدا هذا هو دور المرأة المصرية في تاريخ مصر وفي الحياة المصرية. الملازم ابتسامات حكايتها حكاية، لأنها لم تكن المسألة بالنسبة لها حاجة وعدت. لا، الملازم ابتسامات في حياتها محطات كثيرة جدا، هذه المحطات الكثيرة جدا، الملازم ابتسامات واحدة هي شريكة عمر الكابتن محمد حبيب أو اللواء محمد حبيب، واللواء محمد حبيب وكابتن محمد حبيب أحد أشهر المدربين المصريين في كرة السلة، واستطاع أن يقود الجيل الذهبي لكرة السلة في مصر في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، يقودهم إلى الفوز ببطولة أوروبا في كرة السلة، وده إنجاز هائل وعظيم جدا، قاد العمالقة وأسماء كبيرة جدا. دي حكاية. الملازم ابتسامات لها حكايتها مع الرئيس الأسبق محمد نجيب، وكانت يعني على مقربة بل وربما على صداقة مع الرئيس الأسبق محمد نجيب. الملازم ابتسامات شاهد على مرحلة كثيرة جدا، لأن المرحلة اللي كان فيها الكابتن محمد حبيب كان هناك زملاء كثيرون له من اللعيبة اللي معاه وزملاء وكلام ده كله، وكان كلهم ضباط في جيش مصر. لما جينا هنا في المتحف أو السكنة العسكرية اللي عاملاها الملازم ابتسامات، الحقيقة هي يعني في النهاردة في العمر ده، وهي لم يرزقها الله بأولاد، وده قدر الله ما شاء فعل، إنما هي استطاعت إن هي في كل مراحل عمرها استطاعت ان تمر بكل اللي حصل لها وبكل الحواديت اللي حصلت لها وان تبقى صامده بحق وحقيقه. من ايام قريبه كده، من يعني او يمكن في خلال الايام اللي فاتت ديت، فوجئت الملازم ابتسامات او اللواء ابتسامات بوفد من يعني فلسطيني جاي من عند الرئيس ابو مازن شخصيا بيقدم لها درعا درع الدولة الفلسطينية، وقاموا بزيارة ليها. يمكن لما هي بتكلم وأنا بطمن عليها في كل وقت، يعني كل شوية بنتكلم مع بعض بالتليفون، فأنا الحقيقة الحدث ده كان ده اللي جابنا كلنا ونيلي لها في متحفها الصغير، وهي بقى ساكنة في آخر دور والدنيا مش حر، ده فوق الحر يعني، وطبعا البيت في اخر دور بيبقى الحكايه الكيل بكيلين يعني. في كل الاحوال احنا بنقدم الحلقه ديت، انا الحقيقه بتشرف، وانا اتشرفت قبل كده بلقاء الملازم ابتسامات مرتين في الاستوديو، وهذه المره الثالثه اتشرف بلقائها، وده شرف كبير ليا ان انا اكون معاها وبتكلم معاها، لان انا بتكلم مع جزء من مصري اصيل، بتكلم مع جزء من تاريخ مصر. انا دائما بؤمن ان كل او انا بقرا ان الملازم ابتسامات واحده من الرموز. انا ليه بقول الرموز؟ لان نشوف قصه حياه فتاه مصريه استطاعت ان هي في السنين الطويله اللي عاشتها ديت ان هي تعمل دايما تترك بصمات ناجحه. في فتره من الفترات في 48 والحرب والدنيا والكلام ده كله، كان عندها الجراه ان تتطوع وتذهب هناك الى فلسطين، وتروح هناك تقف في الحرب وتقف في مستشفى غزه، و و و و كان عندها الجراه في مراحل كثيره جدا، ان كلها مواقف، انما هو ده حال المراه المصريه في كل وقت وفي كل زمن.